لمزيد من القراءة والتحليل في المشهد السوداني ينضم إلينا من الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم. محمد، سأبدأ معك من خلال هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان. كيف استقبل السودان الرسمي، أعني كيف استقبل الجيش السوداني هذه العقوبات؟ ما هي ردود الأفعال في الخرطوم حول هذا الأمر؟ ياسر، حتى هذه اللحظات توجد ردود أفعال حول هذه العقوبات التي فرضت على مؤسسات تابعة للجيش السوداني وكذلك مؤسسة الجنيد التابعة للدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني. الآن الطرفان كما يبدو أنهما مشغولان بالقتال فيما بينهما، خصوصا وأن المواجهات ما تزال مستمرة على الرغم من مرور الشهر ونصف ما يقارب النصف. حتى هذه اللحظات المواجهات ما تزال مستمرة. كما يبدو أن الجيش الآن بدأ يكثف من مواجهاته في الأيام الأخيرة، خاصة وأنه بدأ يعني يتوزع وينتشر في عدد من المواقع، لكن بحسب متابعين أن التحركات وصفها بعض المراقبين البطيئة من جانب الجيش، خصوصا وأن الدعم السريع ما تزال تنتشر وتتواجد في مواقع كبيرة وفي أحياء واسعة بالخرطوم، على الرغم من أن المواجهات يعني حتى هذه اللحظات ما تزال مستمرة. على أي حال، منذ المغرب الآن الخرطوم تشهد هدوءا نسبيا مع سماع أصوات للرصاص بصورة متقطعة في مواقع مختلفة، وكذلك أيضا هناك يعني عدم حركة من قبل المواطنين. معظم المواطنين الآن التزموا البقاء في منازلهم خوفا من اعتداءات الدعم السريع، خاصة وأن الدعم السريع في الأيام الأخيرة أو منذ أن بدأت الحرب يمارس اعتداءات كبيرة على المواطنين. هو محمد، يعني البعض يتساءل عن قرار الجيش السوداني بتعليق المشاركة في هذه المحادثات الدائرة في جدة. طبعا تعلم أن السعودية وأمريكا أعلنتا تعليق المحادثات، فما الذي دفع الجيش لاتخاذ هذا القرار؟ هو الذي دفع الجيش لاتخاذ هذا القرار أن القوات أو الدعم السريع الآن ما تزال يعني تتواجد في المنازل المدنيين وكذلك في المستشفيات، لم تلتزم ببنود الهدنة التي تم التوقيع عليها بين الجانبين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وبالتالي الجيش السوداني الآن لجأ لتجميد أو تعليق التفاوض بينهما، ورهن ذلك بالخروج من قبل خروج الدعم السريع من المستشفيات وكذلك أيضا منازل المدنيين، خصوصا وأن ما تزال يعني عمليات الاعتداءات. وبناء على هذا قرار محمد، الكثيرون يبدو أنهم غير متفائلين كثيرا قرار الجيش هذا. قرأه البعض بأنه ربما ستكون هناك عودة للمواجهات العسكرية بشكل أكثر في الخرطوم تحديدا، هل يقرأ الأمر كذلك في السودان؟ نعم، هذا هو ما يحدث الآن. المواجهات الآن ربما كانت هدأت قليلا أثناء فترة يعني المحادثات، لكن نعم كانت هناك مناوشات لكن كانت أقل حدة من ذي قبل. نعم، إذا ما قرنا الهدن السابقة نلاحظ أن الهدنة الأخيرة الآن حدة المواجهات يعني قلت مقارنة مع الهدنة السابقة، لكن الآن بدأت المواجهات تعود إلى الواجهة بتكثيف الجيش يعني هجومي على عدد كبير من المواقع. وكما تابعنا في اليومين الماضيين كان هناك هجوم لمعسكر طيبة الواقع في منطقة الخرطوم جنوب الواقع لمنطقة
القريبة من منطقة جبل أولياء، وبالتالي الجيش السوداني أحسم سيطرته على هذه المعسكر الذي يقرب من الخرطوم ما يقارب 20 كيلو مترا، وبالتالي هناك هجوم أيضا من قبل الجيش على مواقع كبيرة كانت تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وبالتالي الجيش السوداني كما يبدو أنه ماضي في عملية حسم هذه التمرد الذي يعني الآن مضى على هذه الحرب أكثر من شهر ونصف، وبالتالي كما يبدو أن الجيش يمضي في عملية حسم هذه العمليات التمرد. شكرا جزيلا من الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم.